ضيفي وضيف حضراتكم الشيخ نبيل عبد النعيم، مصري في وقت ما، في سن ما، في تفكير ما، آمن بفكر ما. هذا الفكر قاعد حطه في السن 20 سنة، وكان هو مؤسس تنظيم الجهاد وأحد أعضاء التنظيم، وربنا سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات عفى عنه عشان يفكر. أما ربنا مدانا دماغ عشان نفكر، هل أنا بعمله صح؟ هل الدين فيه قتل؟ هل كذا هل كذا هل كذا؟ وبعد التجربة دي فأصبح النهاردة أحد أحد نقاط المضيئة الحقيقة. النهاردة في وسط هذه الجهالة اللي موجودة، لأن احنا قدام تفكير بياخدنا، عايز ياخدنا من النور للظلمة كده مرة واحدة، واللي مش عاجبه هقتله. وبعدين المسألة بعد ما كانت ممكن، والنقطة اللي عايز ابتدي بيها أول سؤال للشيخ نعيم، إن النهاردة الفكر اللي كان في الأوائل الثمانينات وآخر السبعينات، والفكر ده كان كله كان فكرة شباب ممكن أمور ما، بس كان خارج على شيء، يعني كان مسألة داخلية هنا، ما كانتش واخدة الشكل ده. أنا في اعتقادي أن التجربة المصرية في الجماعات التي تقتل باسم الدين والجماعات التي تكفر باسم الدين، التجربة المصرية اللي تمت، أنا بعتقد أمريكا اقتبستها، خدت منها التجربة اللي عملت منها النسخة الثانية كان أفغانستان، وبعد كده بقى طلع منها القاعدة وطلع منها كذا وطلع منها الحاجة اللي هي عايزة تعملها، لأن طلع أنك عشان تمزع أي دولة بلد من العالم الإسلامي ادخل من حكاية الدين، لأن هذا الدين ده له في قلوب وعقول المسلمين شيء كبير جدا، فلما تخش من النقطة دي هتمزع ده. أنا في اعتقادي ده، ومش عارف هي دي النقطة اللي عايز ابتدي بيها مع الشيخ نبيل نعيم بعد ما أقول له بس شرفتنا ونورت شيخ نبيل. الله يحفظك يا أستاذي، وأنا قبل ما أبدأ الكلام أشكرك باسم أستاذ كتير عن حلقة الشعر العظيم حسين السيد، أيقونة الشعر العربي، فناس كتير مبسوطة من إحياء تراث هذا الشعر. يعني حسين، أنا ربنا يخليك، بس أنا بشكر، بس عايز أوضح لحضرتك أول إنك التانية حلقة والحلقات دي معمولة، إحنا حاولنا مع الدكتورة حمدة حسين السيد إن يجمع هذا التراث، كل هذا التراث هي جمعته، أنا شخصيا اكتشفت، وده كان سر الحلقات، اكتشفت إن كل علاقة الناس بالشعر بهذا الشعر اللي هو الأغاني، الأغنية ما تقدرش تاخد بالك من الشعر فيها، لأن في مطرب وفي ملحن وفي ما عرفش مين، وده بيوزع، فالكلمة ضاعت. فطلع أنك لما يتقال الشعر ويتقري الشعر، فإحنا وإحنا بتقية الدكتور حسين حمدة هتسجله وحيوضع على الموقع بتاع حسين سيد وعلى موقع القناة كل حوالي تقريبا 1000 أغنية تقريبا هيتحطوا، عشان ان اي حد عايز يقراها موجوده قدامه، لان هتتحطها في كتاب ما حدش هيقرا من الكتاب، انها موجوده قدامه عشان الله يسمعها، لان احنا مش هتتحط في كتابه، هتتحط سماعي، فهيسمعها السماعي سهل. هم دلوقتي احنا بقينا الكل بيسمع بس مش حد بيشغل دماغه. طبعا بالنسبه لحضرتك قلت عليه، احنا بعد قضيه السادات دخلنا السجن كلنا جماعه وجهاد، فجماعه الجهاد كان فيها مجموعه ضباط منهم خالد الاسطنبولي الله يرحمه، الناس دي يعني، وكان معنا ضباط في السجن، فعملنا حاجه اسمها تقييم تجربه، ايه اللي احنا عملناه ده صح ولا غلط؟ طلع ان هو غلط، سواء من الناحيه العسكريه او الحركيه زي ما بيقولوا، او من الناحيه الشرعيه، وبالتالي قررنا ان ما فعلناه ده خطا، ولا ينبغي العوده الى هذا الفعل مره اخرى. طب احنا معانا ناس في التنظيم بره وجوه، فقالوا ان المجموعات دي مش هتقدر انت تقنعهم بكلمة ونص، انت لازم تعيش معاهم وتقولهم التجربة دي كذا كذا كذا. فقررنا ان الناس دي بما اننا كده كده الامن مش هسيبنا في حالنا، نمشي نروح افغانستان على اساس جهاد متفق عليه والعلماء بيقولوا روحوا والحاد ومش عارف ايه، والدول بتسهل واحتلال لدولة مسلمة. رحنا افغانستان، وكان ناس كتير بتقول امريكا، لا، اللي كان بينفق على المجاهدين العرب هيئه الاغاثه الاسلاميه بتاعه السعوديه. في بقى توافق بين امريكا والسعوديه، دي حاجه احنا كشباب لا ندركها، ما نعرفهاش. انا واحد من الناس كنت بروح اجيب تذاكر طيارات مجانا من اسامه بن لادن، يديني 30 تذكره 40 تذكره من هيئه الاغاثه من جده لبيشاور معايا، فما كانش في تعامل مع امريكا مباشره. اللي كان ليه تعامل مع امريكا مباشره حكمه يار وسياف، اللي هم المجاهدين الافغان. فطبعا احنا لما انتهت الحرب والاتحاد السوفيتي خرج، قلنا احنا ايه لازمتنا؟ نمشي. الافغان الاحزاب قتلت بعض على الغنائم،
انت عارف القتال اللي حصل بين الاحزاب. فالعرب حصل ايه؟ ده انضم لسياف، وده انضم لحكمة يار، وده انضم لاحمد، وبقوا يضربوا بعض في المعارك. فانا قلت للدكتور ايمن كده احنا بدل ما جايين نروح الجنه كده رايحين جهنم، لان كله بيقتل باسم الدين وكل اللي بيتقتلوا دول مسلمين، فانا همشي وارجع مصر. والله العظيم ايمن قال لي انا اتمنى ان انا ارجع مصر لو اضمن ان انا مش هدخل السجن. انا عاوز اسيب القصه دي كلها. فانا غامرت ورجعت ورحت داخل السجن. فكنت عبره للناس اللي ايه؟ اللي بره يعني. طبعا احنا اللي حصل في اخر فتره بعد خروج الاتحاد السوفيتي انتشر فكر التكفير، وكنا بنعاني منه. والتنظيم التكفيريين اللي جايين من الخليج ومن الجزائر. معاهم امكانيات. فاحنا نتكلم بس هما امكانياتهم اقوى. هما اللي بيصرفوا على المعسكرات، هما ما هو بعد الاتحاد السوفيتي ما بقاش في حد يصرف عليك بقى. بقى التبرعات بيجيبها اسامه بن لادن، تبرعات بيجيبوها الخليج، وما فيش بقى خلاص هيئه الغاثه قفلت وده قفل. وده قفل. وكان اسامه بن لادن الحقيقه يعني ليس تكفيريا. وكان بيعادي الجماعات اللي بتشتغل جوه الدول العربيه. بس هو كان عنده نظريه بقى ايه السبب؟ كان يقول ان السبب اللي بيحصل ده مش الحكام العرب، الامريكان. فاذا كنا احنا عاوزين نحارب حد، نحارب اللي مشغلين الحكام العرب اللي هم الامريكان. دي فكرته يعني. فحتى لما احنا اتكلمنا معاه قال امريكا المكان الوحيد اللي ممكن نهزم فيه امريكا ان احنا نورطها في حرب جوه افغانستان زي ما روسيا تورطت. دي كانت فكره الشيخ اسامه، وحتى عملوا شعار في المعسكرات يا اسود افغانستان بعد الروس الامريكان وكده. احنا طبعا فكره التكفير والتمويل اتحكمت في الناس، فاصبح انحرف التيار الجهادي كله حسب الممول والمدعي. طبعا امريكا دخلت باسم الاثرياء قطر، خاصه عبد الرحمن النعيمي. انا اكتشفت بعد كده ان هو ابن عم او قريب حمد، وعامل مؤسسه اسمها الكرامه او الكرمة حاجه زي كده. وانا زرته في المؤسسه دي، ما فيش حد في المؤسسه خالص غير حضرته والواد اللي بيعمل له الشاي. وده بقى اللي المفتاح بتاع اي فلوس. الفلوس انت بقى موافق على رؤيتهم وكذا. وهو استدعاني بعد ثوره 25 يناير. هو كان يعرفني طبعا، انا كنت من القاده المشهورين في افغانستان، وكنت ثاني واحد بعد ايمن. يعني كان ايمن وانا. كان قبل ما اسامه يجي كان الترتيب كده، كان ايمن وانا بعد ايمن. فلما جه اسامه العرب قالوا احنا هنبيع اسامه، فهو بقى خد القاعده اسامه. واحنا مشينا معاه شويه وانا جيت دخلت السجن. فجه قال لي هو عبد الرحمن النعيمي، قال لي انت بتهاجم الاخوان على طول. بعد 25 يناير. بعد 25 يناير ووصول الاخوان الحكم. انا اول لقاء ليا بعد وصول الاخوان الحكم ب 15 يوم كان في التلفزيون وفي جريده الوفد. قلت الشعب المصري هياخد على قفاه من الاخوان، وجت منشدت. وقلت الاخوان خونه لدين لهم والوطن لهم، وقلت ان مرسي ده يجب ان الجيش يقوم بخلعه، لان ده اسوأ من استعمار اسرائيل. فطبعا كان كلام كبير وحوارات موجوده في الدستور وفي الوفد وعلى اون تي في مع الاستاذ يوسف ومع احمد موسى. فهو بعت لي، هو ما تعرفش تدخل قطر الا بدعوه يعني. هو خيرت يعرفني طبعا من السجن، كان اشتكى له قالوا نبي النعيم بيهاجمنا ومش عارف، واحنا واكلين عيش وملح. المهم بعت لي دعوه رحت. فبيقول لي يا شيخ نبيل انت راجل مجاهد وكذا وكذا وقعدت في السجن، انت بتهاجم الاخوان ليه؟ فانا فاهمه قوي. قلت له عبد الرحمن انت سلفي، مالك وما الاخوان؟ ايه اللي بيخليك راضي عن الاخوان النهارده يعني؟ قال لي لا، الاخوان اصحاب مشروع ولازم ندعمهم ونصبر عليهم سنتين ثلاثه، والله طلعوا كذابين زي ما خلعنا مبارك نخلعهم وكده. بس انا لما خيرت كلمني او مش عارف ولا مين كلمه يعني، قلت له انتوا ما عندكوش نظر، الشيخ نبيل بقى له 20 سنه في السجن، المفروض تعملوا له مشروع، المفروض كذا تحتوه وكذا، راجل باع اللي وراه واللي قدامه. قلت له تشكر يا عبد الرحمن يعني.
قال لي انا متكفل بالموضوع ده. قلت له ماشي، ما انا في قطر بقى ما اقدرش اقول تلت التلاته كام معاه. وقلت له خلاص. قال لي بس ما تهاجمش الاخوان حتى لمده سنه. قلت له طب انا موافق ابتداء، بس انا هسيبك من هنا ورايح عمره، فاستخير الله وانا في العمره كده في الروضه ولا وارد عليك. قال لي وعد. قلت له وعد. قلت له مش يعني ساعه ما اقول لك انا موافق هنفذ الاتفاق بتاعك. قال لي وانا من ناحيتي هنفذ الاتفاق اللي انا شوف لك يعني حاجه كويسه كده. قلت له ماشي خلاص. فانا مشيت خرجت من قطر رحت السعوديه عملت عمره وطنشت، بس استخرت يعني استخرت في حجر ابراهيم وفي الروضه. فبيقول لي اتصل بيا بعد كام يوم بيقول لي انت عملت عمره؟ قلت له اه. قال لي استخرت؟ قلت له استخرت الله ان انا هاجم الاخوان حتى يسقطوا او انا اقتل. فقلت له يا عبد الرحمن انت بتعرف اللغه العربيه؟ اساسا انا مدرس لغه عربيه في الاصل. قال لي اه يعني بس مش زيك. قلت له انا ممنوع من الصرف. ده عارف الممنوع من الصرف هو ايه؟ اه. قلت له يعني تدخل عليه العوامل لا تغير. انا ممنوع من الصرف. فاتقطعت بقى العلاقه بيني وبين عبد الرحمن النهائي. بس اللي انا عاوز اقول لك ان التمويلات والافكار المنحرفه كانت وراء تجنيد الالاف الشباب ده. احنا الاول كنا براء يعني براء رايحين نقاتل الشيوعيين والملحدين واللي احتلوا افغانستان وهتبقى افغانستان وفلسطين. بس اتغيرت الامور. التكفير انتشر والتكفير قوي بينفق عليهم. عمرو انت عارف ايمن الزواري ضعيف ليه؟ لان النفقات اللي بتطلع بدات تروح لداعش. الفلوس اللي بتطلع اه. من الذي يمول دلوقتي؟ قطر وتركيا. بس هي امريكا اه بمعرفة. بس ليها اه طبعا معرفه امريكا يعني معرفه امريكا هي اللي بتقول يعني انت نفذ كذا الامريكا اه. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، هل يعقل ان اكبر دوله في العالم بقالها 60 يوم بتعمل غارات على داعش وكل يوم داعش تزداد قوه وتحتل ارض جديده؟ ده هو كان بيقول لك احنا 20 سنه عشان نقضي على رئيس الاركان الامريكي اه يعني واخد بال حضرتك؟ هم اللي صنعوها. وعلى فكره داعش مش هتموت. اذا كانت الناس بتفكر ان داعش هيقضي عليها، لا داعش موجوده ليه بقى؟ لان امريكا نجحت في انها تخلق جيش طائفي في العراق مخلي السنه فرحانه ان داعش موجوده. لان طبعا فاهم. اه انت فاهم يعني. وهي امريكا عاوزه كده. امريكا عاوزه اشعال النار بين الشيعه والسنه. هي لا يهمها مين ينتصر ولا مين ينهزم، هي يهمها تبيع سلاح والاثنين يهلكوا. طيب هل انت مع حضرتك معايا يا شيخنا يا نبيل ان 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 فكره يعني انتوا الفكره بتاعتكم تجربتكم في مصر قبل ما تروحوا افغانستان فكره انك تخرج باسم الدين على الحاكم يعني على الحاكم مش عارف تعمل ايه تعمل ايه. الفكره دي انا في رايي انا الامريكان انبسطوا بيها ولقطوها وهم وهي اللي اتنفذت في افغانستان بعديها. هي بس هي قديمه قبل مننا، لان اول اتصال بين الامريكان والاخوان كان ايام حسن البنا. لا ما هم اللي عاملينه الاخوان. ايوه آه انا اقصد اقول فكره انك انت تعمل أيوة. هذا النظام يعني لا الان الاوان ان تخرج بقى عشرات المئات بل الاف تحت رايه الاسلام ويبتدي يقتل بقى والكتل يعني. اه بص يا سيدي الفاضل، في واحد اسمه ويليام انجد ده عامل كتاب اسمه البترول والجغرافيا السياسيه، وده من اكبر كتاب امريكا محللين يعني. كاتب في الكتاب بتاعه كده، الاخوان جماعه ماسونيه نستخدمها لتنفيذ اغراضنا في المنطقه، ووعدنا مرسي اننا سوف نقف خلفه اذا اطاح بقيادات الجيش المصري. كتاب مكتوب موجود في السوق وهو بيتباع امريكي. مدير المخابرات الامريكيه، مدير المخابرات البريطانيه سنه 2003 قدم تقرير للكونجنس الامريكي اعتمدوه كخطه في المنطقه. من 2003 مدير المخابرات البريطانيه قال من اجل تحقيق اهداف الجيل الرابع من الحروب وتفتيت دول المنطقه المحيطه باسرائيل لابد من استخدام الجماعات الدينيه ولكن عن طريق الاخوان، لان الجماعات التكفيريه يصعب التحكم فيها الا عن طريق جماعه كنيسه الاخوان. قال لك يعني الجماعات التكفيريه دي هي اللي هتدمر لك المنطقه، بس انت ما تضمنش الجماعات دي زي داعش تقلب عليك مره واحده. فنجيب الاخوان يسوقوا هم اللي يسوقوا عن طريق الدعم بقى. يبقى الاخوان هم اللي معاهم اللي بيصرفوا اللي بيصرفوا. وده اللي قاله محمد الظواهري في القضيه بتاعته.
والخمسة الفلوس اللي خدها قال 25 مليون دولار من خيرت لتوحيد الجماعات التكفيريه في سيناء معايا. فهي الخطه كده، كانت الخطه ان الجماعات التكفيريه هتقوم بتنفيذ المخطط باسم الدين بقى، شيعه ضد سنه وسنه ضد شيعه، والاخوان عشان يقدروا يتحكموا في تصرف الجماعات دي، لان هم ما يقدروش يتحكموا في التصرفات دي. جماعات ضربه مخها ضارب، النهارده معاك بكره ضدك، النهارده ما اسلمك بكره. لا على اساس ان هم هيقلبوا يضربوا في بعض يولعوا الاثنين في بعض يعني تبقى كده يعني. وهو كمان عشان يتحكم في الريتم بتاعه معايا. فهو كان دي خطه حطها مدير المخابرات البريطانيه واعتمدها الكونجرس الامريكي وماشي عليها. وبعدين ده هي معروفه، ما رئيس اركان الجيش الامريكي اول امبارح قال الحل في مشاكل العراق تقسيمها. خلاص ادربها وش كده يعني جاء خلاص وش كده. هي دي الديمقراطيه، هو ده ما هو ده المخطط اللي كان معمول، وهي دي الديمقراطيه بقى اللي هم عاملين ايه يحسونا على الديمقراطيه. طيب شيخ نبيل برضو عشان انت حضرتك لما هتتكلم وتعمل يعني ما حدش مش عشت وجربت وبتاع واقتنعت النهارده في شباب كتير، شباب مش اخوان يعني، شباب من باب المعانده من باب الغباوه بعد عنك، ما انا من انهي باب يقول لك اصل الحقيقه. هو طبعا في بيغذي ده، هتلاقي لما بيكلمون اللي هو اللي بيكلم الدم يقول لك انا طب ومن الذي النهارده الدم اللي حصل في رابعه، حدوته رابعه والدم والبتاع، وباعتبار انت خبير يعني في المساله دي كلها، هي انت واضح ان كان من ساعه ما اتعمل هذا التجمع الارهابي ده اللي متعمل ده كان هنالك قناعة شديدة جدا انه يستمر الأطول فترة لغاية ما يا اما يحصل صدام ويبقى فيه دم ويخش من بره الناس، يا اما تعلن دولة، يا اما كان في حال. انت شايفه ازاي واللي تقوله بس عشان تقنع الشباب يعني، من اللي كل نقطة دم اريقت بسبب هذا الموضوع من يتحملها؟ انا اقول لك على حاجة، اولا اعتصام رابع ده عشان الناس تعرفه، وانا اقسم لك بالله 10,000 لاجئ سوري كانوا قاعدين في الاعتصام بياخدوا مرتب 200 جنيه في اليوم. 10,000 لاجئ سوري. من اللاجئين اصلا جايين تبع الاخوان الجمعيه اسمها. لما الاخوان دخلوا هناك فجابوهم. الناس دي كانت جايه هنا في مصر وكانوا قاعدين في 6 اكتوبر وفي عين شمس وهنا. جابوهم قعدوهم هنا. قعدوهم في رابعه. قول مثلا 5-6,000 شحات لموهم من وسط البلد، كل واحد بياخد 50 جنيه واكل وشرب ولابس جلابيه بيضاء وماسك صوره مرسي. وعدد كبير من الاخوان جابوهم من القرى معايا، وعدد كبير من المرشدين للامن جوه كانوا بيبيعوا شاي معايا، والامن بعتهم يبيعوا شاي، واللي عاوز يبيع ترامادول كان يدخل رابعه ما فيش بوليس يبيع، وكان اجتماع معلم بالله ربنا، لا كان في ملائكه بتنزل ولا جبريل العامل دريفري طالع نازل، مفيش ورا بتوع رابعه. فكان تجمع الهدف منه كانوا عاوزين يعملين برلمان موازي، وبعض الدول تعترف بالبرلمان ده زي ما بيعترفين بالبرلمان الموازي بتاع ليبيا. زي ليبيا. واللي انفق على البرلمان الموازي بتاع ليبيا حمد عطيه مدير المخابرات القطريه، وهو اللي نزل ادى اداهم فلوس، نزل بنفسه ليبيا. فكان ده اللي هيحصل، وكان البرادعي شريك في المؤامره دي، ان يعلنوا برلمان موازي تعترف بيه بعض الدول، وانت تبقى في حيص بايص، حكومه هنا وحكومه هنا، واخد بالك، ويقول لك لا ما تدعموش دول، لا دعموا دوم. خلص راسين. وكان في ولد سواق تاكسي صديقي بيروح رابعه، فجه في يوم اتصل بيا بيقول لي اشحن لي، يعني هما فلوس خلصت، فبقول له انت فين؟ قال انا في رابعه. قلت له عليك كذا يوم، قال لي ده انا في رابعه. قلت له بتنهل ايه في رابعه؟ قال لي يا عم اكله مرعى وقال لي الصنعه، العربيه متعطله عبال ما تتصلح. فقلت له طب بتعملوا ايه في رابعه؟ قال لي بنعمل متاريس، بيجيبوا لنا طوب ونعمل ايه؟ متاريس. بقول له بتعمل متاريس ليه؟ قال لي عشان نصد الجيش. قلت له ده الجيش شال خط برلين. انت حمار يا ده الجيش راح شال خط برلين، مش هشيل المتاريس اللي انت بتعملها؟ فكان مهزله. الامر الثاني بقى، في النيابه وناس ممسوكه ومعترفه وبتنزل محكمه، واحد اسمه محمد رمضان. محمد رمضان. اسمه كده في النيابه، اسمه قناص رابعه. قناص رابعه. قال تلقينا اوامر من قيادات الاخوان باطلاق الرصاص على رؤوس المتظاهرين والشرطه. ده معترف في النيابه ومحبوس وبينزل قضيه. مش معاش يقول لك ايه؟
ده نبيل نعيم واسمه محمد رمضان. هلم جرة بقى في 5 6 7 8 زي وكده. أخذنا أوامر من القيادات بإطلاق الرصاص على رؤوس المتظاهرين وعلى ال طيب أنا هوقف حضرتك هنا بس أتمنى ما كنتش قطعت بس السياق بتاع حضرتك. لما نيجي للدين يعني وأنا مؤكد إنك أنت اللي قريته في الدين بعد ما أنا مدرس دين أصلا لا يعني بعد لا بعد التجربة بقى في تمعن وفي كلام ده كله. على أي أساس هل هو تغييب ولا هو يعني أنا عايز أتكلم على الإخوان كفكر إخواني هل هو هل هم الناس مش فاهمة بحق وحقيقي؟ هل هم مغيبين بحق وحقيقي يعني الأونطة بتاعت النهاردة مرشد وحسن البنا ده شغلانة بينه هم مع بعض كده. إنما هل هو مغيب مش قادر يفهم الصح من الغلط؟ لا بص أقول لك على حاجة. معتقد الإخوان إن الناس دي كفرة. طب أنا عايز نأجل ده الموضوع لبعد الفصل بعد الاستنى. فاضل لنا بتاع 25 دقيقة ولسه ما اتكلمناش. أنا عايز أسمع بقى أنا خالص. هو بالنسبة للاعتصام ده عشان بس الناس تبقى عارفة اللي حصل. راح وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد وفشل في إنه يفض. راح وزير خارجية قطر خالد بن حمد العطية وفشل في إنه يفض. راحت كاترين أشتون وزيرة المفاوضية الأوروبية. راح مساعد وزير الخارجية الأمريكي للاعتصام. ما عارف كان في مؤامرة ما كانش مسألة فرض او عدم فرض. الامر الثاني ان 33 واحد الاخوان قتلوهم جوه الاعتصام بحجه ان هم مرشدين وفيهم واحد من الشرقيه رافع قضيه والقضيه موجوده بيقول انا ابني ما كانش معاه غير 50 جنيه وراح يدور على شغل في مدينه بدر فالاذان اذن فاتصل بيه قال لي يابا انا معيش غير 50 جنيه فهدخل افطر في رابعه وبعد ما افطر واصلي القيام هكمل اروح بدر وقال سيب لي عيلين طفلين وهو خارج قالوا له انت اللي مش لسه داخل ايه اللي مخرجك قتلوه بحجه ان هو ايه جاسوس للشرطه ففي 33 جثه وانا لما سالت الدكتوره رندا اللي عملت شهادات الوفاه في رابعه هي ماسكه المستشفى هناك وابتدت تيجي في الحلقات قالت لي ان في حاجه اسمها قتلى رابعه وفي حاجة اسمها قتلى محيط رابعة فقتلى رابعة 340 منهم 40 من الأمن و33 جثة متعفنة اللي هم اللي كانوا من الأول دول اللي كانوا من الأول. الأمر الثاني إن مين بدأ الرصاص؟ أول قتيل قتل الضابط اللي بيدي الناس تعليمات يخرجوا من الممر الآمن معايا. طب الإخوان كانوا عارفين قبلها بيوم اتسربت لهم المعلومة هربوا كلهم وسابوا العيال اللي ملوش في حاجه قاعدين يصدوا الكلام ده وانت هتموت هنا شهيد طب انت ما عدتش لما تاخد الشهاده لبست اللي لبس نسوان وخرجت بنقاب طب ما تستنى الشهاده معايا فطبعا دي كانت مؤامره والاخوان ربنا كشفهم واصبحوا لا علاقه لهم بالدين وحسام العواك نفسه كان عامل حلقه مع الاستاذ خير رمضان فبيقول له استاذ حسام انت من المعارضه السوريه لماذا لم تتحالف مع الاخوان قال له أنا ضابط مخابرات سوري بقالي 30 سنة وطوال عمري في المخابرات السورية أعلم تماما أن الإخوان خونة لا دين لهم ولا وطن لهم. أدي حسام العواك بتاع المعارضة السورية. بيقول أنا ضابط مخابرات 30 سنة يعني وصل لوكيل الجهاز. معايا؟ فأصبح كلام الإخوان مفضوح المسألة مش مسألة الدين طب ما أنت مسكت عملت إيه للدين؟ جددت الخمور كان حسن مبارك بيجددها سنه بسنه انت اديتها 3 سنين جمله وغلسها معايا كان على فكره كانت كازينوهات وانا واحد صاحبي يعني شغال في شارع الهرم يعني في بازار بيقول لي كانت الكازينوهات بتاعت شارع الهرم التصريح الساعه 3 بالليل بعد 3 بالليل بياخدك مخالفه حسن مرسي عملها لـ6 الصبح يعني صلي الفجر جوه يعني انت بعد صلاه الفجر كمان صلي الفجر جوه معايا بيقول لي ده هو كان من زمان ان الكازينو اللي يقعد لحد 3 بالليل يقفل كده يبقى هو ياخد يتاخد مخالفه
هم بقى عملوا 6 الصبح فعملت ايه في الدين؟ ما تكذبوش علينا، انتوا الانتهازيين بتوع الدين. ربنا اشار الى الناس دي في الكتاب وقال يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ده اشاره لرجل الدين الانتهازي اللي بيستخدم الدين لمآرب دنيئه شخصيه. فهي دي الجماعات الاسلاميه والاحزاب الاسلاميه التي تستغل الدين والدين منها براء. يعني جاكسي الطفله الصغيره اللي قتلوها جنب ابوها دي، اذا كان الرسول في الحرب العامه، كان في حرب عامه بين المسلمين والكفار بعد ما انتهت الحرب، الرسول ماشي كده لقى امراه مقتوله، قال ما كان لهذه ان تقتل. قال الرسول ده حرب. وقال وقف على جثه المراه وقال ما كان لهذه ان تقتل. انت راح تقتل طفله تبدا بيها هي عندها 3 سنين، انهي بقى دين وانهي عقل وانهي مبرر وانهي يبرر لك اللي انت بتعمله ده؟ طيب شيخ نبيل لغايه فين؟ ما هو اللي بيعمل ده عارف انه هو عارف انه ده صح. يعني قيادات الاخوان اللي بتعمل ده او بتدي امر انه اقتل المتظاهرين واقتل الشرطه زي اللي هو ده القناص محمد رمضان اللي ادى الامر، هل هو عارف انه ده صح؟ ولا هو عارف؟ هو بيقول له الناس دول كفره. لا هو اللي مديله الامر سواء المرشد او غير المرشد، هو بيدي الامر عارف ان ده صح ولا غلط؟ بيعتقد ان ده صح. هو بيعتقد؟ الاخر يعني كلهم معتقدين ان ده صح؟ ما بيقول لك الناس دول كفر يجوز قتلهم. يعني مثلا يعني محمد بديع ومحمد مرسي والكلام ده معتقدين ان كل المصريين دول بيعتبرونه هو معتقد ولا هو فاهمين الليله وبيقنعوا الناس اللي معاهم؟ لا هم فاهمين الليله وفاهمين ان هم عملاء، بس هم الاول ايه اللي وصلهم لمرحله العماله؟ ان هم بيعتقدوا ان دي دوله كافره يجب هدمها. هذا المعتقد خلاهم يتعاونوا مع الامريكان ومع الاسرائيليين. ومش محمد مرسي عمل معاهد السلام بين حماس واسرائيل؟ طب ما كانوا قلبين دماغنا تحرير القدس، القدس القدس بالملايين على القدس رايحين. ملايين ملايين على القدس رايحين معايا. وفوجئنا ان اول ما جه تعهد بحمايه اسرائيل وصديقي الوفي وتوقيع معاهده سلام بين حماس وبين اسرائيل لمده 15 سنه. فدول دجالين بيستخدم الدين لخداع السذج من الشباب، انما هو عميل وبيقبض ثمن عمالته ومعاه فلوس ثمن العماله. ده اللي انا اقصده انهم فاهمين. وبالنسبه بقى لافغانستان اقسم لك بالله يا استاذ ابراهيم اقسم لك بالله ما في واحد اخواني ضرب طلقه في افغانستان. دول كنا احنا هبل نروح احنا نقاتل يسخنك يسخنك وهو قاعد في بيشاور بقى على الحدود ماسك المستشفيات ماسك المدارس ماسك البقره من درعها واحنا نروح نمسكها من قرونها فتنطح نتعور بقى ونتذبح ومعاه ونتمسك ندخل السجون. انما هو ما يدخلش، هو يحرضك ويسخنك وماسك المساجد يخطب ويحرسك وتلاقيه بقى ويستثير فيك الله ماسك الايه. والله العظيم من ضمن الحاجات اللي قالها لي ايمن الزواري وكان ماسك مستشفى الهلال الكويتي ايمن الزواري، فجه قعد في البيت هو كان ساكن معايا، فبقول له يا دكتور انت طردت من المستشفى؟ قال لي منهم الاخوان طردوني، الاخوان جم بقى مسكوا المستشفى راح مطردوا ايمن الزواري. فبقول له ليه؟ قال لي بيسرقوا الادويه يا شيخ نبيل، وانا بكلمهم مش عاجبهم ان انا بقول لهم انتوا بتسرقوا الادويه ليه؟ الادويه بتيجي بقى طبعا من السعوديه والكويت وقطر، ادويه بقى جايه من المانيا ومن سويسرا ومش عارف ايه، ياخدوها يبيعوها ويجيبوا ادويه باكستاني وهندي الله وماليزي معايا، وهم من ياخدوا شركاتهم تاخد الادويه دي سرقه بقى من كل حدب وصاوه. والله العظيم والله العظيم واحد اقسم لي بالله ان الملك فهد مره حصل الولعه في خيام اللاجئين الافغان، واحد بيولع بابور يعني، فالولعه مسكت في الخيام موتت ناس كتير. فالملك فهد بعت لهم 10,000 خيمه من الدنمارك ما تولعش. يعني لو ولعت في الخيمه الخيمه ايه؟ غير قابله للحريق. غير قابله للحريق. بيحلف لي بالله ان الاخوان اللي كان مشرف على توصيلها لافغانستان بدلها بخيم صيني. ايه. يعني مثلا الخيمه اللي عاملها الملك فهد 8 10 15,000 دولار. راح جاب لهم واحده 8,000 دولار ولا 500 دولار. طيب هو في ده في القناعه ان هو طبعا ان هو الصح والباقي كله كله غلط وكله يموت وكله كلاب. طب انت في تصورك
بعد الفض. طب انها بعد الفض بعد ما حصل وحصلوا الحاجات دي كلها، حتى بعد الاعترافات بتاع عاصم عبد الماجد ولما بيتكلموا بيحكوا بقى لا ده لسه اصبر ده هيطلع فضايح ما يعلم بها الا ربنا. اصبر ده هم هياكلوا في بعض وهيقولوا فضايح اخلاقيه احنا نعف ان احنا نقولها هنا في الاعتصام نفسه. هبا بس هم يقولوا وهيقولوا. وبعدين عايز اقول لك حاجه، ده كان احتلال وده كان اعتصام، ده كانوا يدخلوا يخبطوا على الشقه يستخدموا دوره الماء بالعافيه. وانت داخل بيتك تتفتش وانت خارج من بيتك تتفتش. كذا واحده عملوا بلاغ، واحده بتقول انا ابويا عنده جلطه، ما فيش دكتور جاله لما عرف ان انا في رابعه، ابويا مات. ما هو بتتصل فين يا ست في رابعه؟ لا مش جايين. معايا؟ واسال السكان اللي هناك اتاذوا قد ايه؟ وعمليات التعذيب البشعه اللي حصلت في المور اللي ولا الرابعه. ما هو في ضابط وامين شرطه واخدين احكام على الاخوان 15 سنه. شوف دول كانوا بيتعذبوا ازاي. كان يتعذب يقطعوه بالموس، وبعد ما يقطعوه بالموس يدخلوا في الجرح الكهرباء. يا نهار اسود. مش كهرباء كده على الجلد، لا. يقوم فاتح لك ايدك بالموس. طب انا عايز اقول لك على حاجه قدام الناس اللي مصر دي كلها، هم ما صبروش على اعتصام الاتحاديه ليه؟ وراحوا ذبحوا الناس. ده اعتصام الاتحادية ده كان 150 واحد. لا ده لا ده قال والله. والله وقال على رأيك. وكان شوية ملايات وخيمتين ثلاثة، وأنا رحت وشفت واتكلمت مع الناس. قالوا للحرس الجمهوري فض الاعتصام، الراجل خرج قال لهم العملية ما تستاهلش يعني. اللي هو محمد عبد السلام. قال لهم العملية ما تستاهلش يعني، ما فض إيه وبعدين دي شغلة الحرس الجمهوري. جابوا وزير الداخلية أحمد جمال قال لهم لا هو مش مستاهل العملية. قالوا احنا هنجيب الرجاله بتاعتنا. فرقه 95 دي ولا خطفوا الناس دخلوهم مسجد عمر بن العزيز، والناس اتعرفت على علاء حمزه ده وايمن هدهد واسعد شيخه، وكانوا عذبوا الواحد. مين اداك فلوس؟ انت جاي منين؟ اضرب اقطع اعمل اقطع. طب انت ما صبرتش على 50 60 واحد، عاوز الناس تصبر عليك وانت بتهدي دوله؟ طب ما تعمل مقارنه، انت عملت ايه مع الاعتصام؟ ده انت 150 نفر ومات فيها ناس بفضل 11 الاتحادية دي. ده هم 90 ولا ولا 100 نفر ما يوصلوش، هم ثلاث خيام يا عم. ايوه يعني مات منهم 11. هي بالنسبة للتناسب برضه هتطلع العدد. لا هيطلعوا اكتر اللي بتاع عند الاتحادية ده. واحد عمالين يقطعوا فيه بالموس بالموس. يقول لهم ده انا بواب، روحوا اسألوا عليا، ده انا بواب وبنزل اشتري حاجة لسكان الحمارة، انا بواب هنا وعمالين يقطعوه بالموس، مين بعتك؟ مين اللي مديك فلوس؟ مين؟ وهو شكله لا معاه فلوس ولا معاه حاجه. كل اللي حصل ده، طب فكره التضامن او طبعا حماس ده جزء من الاخوان فرع مش كده؟ حماس طبعا فرع يعني. هم بايعوا حماس 20/8/2012 بايعوها بيع علني في غزه. في غزه اعلنوا البيعه لتنظيم الاخوان حماس. على ضد حماس كانت عامله ايه في الفتره دي؟ بص حماس دعمت الاخوان، وفي مكالمه متسجله في المخابرات المصريه ومحطوطه في الملف بتاع اقتحام السجون بتاع مرسي. الله. خالد مشعل بيكلم اسماعيل هنيه بيقول له جهز 15 مجموعه معاهم ذخيره تكفي 5 ايام عشان هنرسلهم لاخواننا في مصر. 15 مجموعه بالذخيره. بالذخيره تكفي 5 ايام. عشان هنرسلهم لاخواننا في مصر. هم دول بقى القناصه وكانوا واقفين عند مكتب الارشاد ودخلوا الاعتصامات وموجودين. معايا؟ فحماس ليها دور كبير. وعلى فكره حادثه الاقصر، فاكر حادثه الاقصر القريبه؟ نعم. اللي مات فيها 2 دي. مسكوا قائد الحمله دي في قريه اسمها اهناسيا في بني سويف، الواد اللي كان بيدير العمليه دي كلها. وموجود في السجن. اعترف قال ايه؟ قال تدربنا في غزه. في على يد كتائب عز الدين القسام في غزه، وجبنا فلوس واحنا جايين لتنفيذ العمليه. حتى مش عارف هو بيقول 17000 دولار ولا كام حاجه زي كده يعني، انا مش فاكر الرقم، بس موجود ومحترف ومعترف. احنا اتدربنا في قطاع غزه. فحماس متورطه. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، النهارده قطر بتعمل عمليه اتفاق وسلم بين حماس واسرائيل. واسرائيل دلوقتي اللي بتمد الغاز لمحطه الكهرباء بتاعت غزه، بياخدوا غاز من اسرائيل مقابل التهدئه دي عشان حماس تتفرغ لنا احنا. معايا؟ فمعروفين.
وبعدين حماس بتحكم قطاع غزه بالحديد والنار اللي بيخرج عليهم بيقتلوه. هم 15% تقريبا من الوزن بتاعهم. فتحي حماد وزير خارجيه حماس لما بتوع 11/11 اللي قالوا تمرد غزه انا قابلتهم وكانوا معايا هنا والتقينا بالرئيس الفلسطيني وحكى لنا اللي حصل. قال لهم يوم 11/11 احنا ما عندناش قنابل مسيله للدموع، احنا عندنا رصاص نطلقه على رؤوس المتظاهرين. فتحي حماد استغلوا الغارات على غزه واعدموا 43 بتهمه التجسس لصالح اسرائيل كلهم من حركه تمرد. اللي كانت معموله دي. جابوهم قال لك ايه جواسيس موت 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 موت. معايا؟ فدي حماس، حماس عامله 4000 حاله عجز للمرضين ليهم بيضربوه طلقه في ركبته. نصهم جه اتعالج في معهد ناصر هنا. معايا؟ يقول انا مش هموت عشان تقريبي، يقوم يديله طلقه في رجله ويسيبه بقى. معايا 4000 حاله. فحماس بتحكم القطاع بالحديد والنار، ده اللي كانوا عملوا الاخوان هنا. وبرضه نفس الحكايه، هم حوالي 12% من حجم القطاع يعني. هم لا يزيدوا عن كده. يعني هم نفس الحكايه ومكروهين. ولو حصلت اي انتخابات هيسقطوا. طيب ال ال اخواننا الشباب اللي بره دلوقتي اللي هم الاخوان اللي هم في المولودين في الاقاليم والكلام ده كله، هل تتصور ان ممكن ان يكون هناك اي حوار من اي نوع ممكن يقنع الناس بحاجه، ولا دول دماغهم اتغسلت اتغسلت؟ شوف الاخوان نوعين، نوع منفعجي ماشي ورا المصلحه، اول ما الاخوان تسقط هنط من السفينه ويقول لك القيادات ودتنا في دهنا الله يخرب بيتهم، قيادات غبيه، ويبدا يتلون لون جديد، وده كتير قوي يعني، ده كتير قوي في الاخوان. ونوع مخ وسخ، هو بقى مقتنع ان ده مجتمع كافر ودي حكومه كافره وده شعب كافر وعاوزين نولعه. مريض، انت تيجي تقعد معاه تلاقيه مريض نفسيا اصلا، عنده عقد كده ومتلبك، مش مساله فقه ولا حزنون. معايا؟ انما تيجي فقه فقه. انا اقول لك على حاجه، الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله حرم دمه؟ طب انت بتستبيح دم على اي اساس؟ طب لما يتقال كده بتقول يقول ايه بقى هو؟ ها؟ يقول لك لا اصل ده كفر، قال لا اله الا الله بس كفر، انت بقى كفرته اخترعت له تكفيره يعني؟ طب ما لسه بيقول لا اله الا الله. ما قالش انا كفرت بلا اله الا الله. ما هو بقى سيد قطب ومحمد قطب عامل لهم حاجه اسمها جاهليه القرن العشرين. ان المجتمع ده دلوقتي اكفر من قريش. يا خبر ابيض. كتاب اسمه جاهليه ولسه بيتباع وبينزل في المعارض. تأليف محمد قطب. دي حاجة غريبة جدا على فكرة. طب حكاية الكتب اللي بتنزل ديت والكلام ده كله، ما خلاص بقى ما عدتش تقدر تمنع حاجة، يعني هتمنعه من المعرض هيحطوا لك على الإنترنت. بس يترد على الأفكار، ما حدش بيرد عليه. معايا؟ فده ده مفتي داعش مصري. مصري؟ اسمه نعمة شكر الله، أو اسمه حلمي هاشم. ده كان ضابط شرطة خرج برتبة مقدم أو عقيد بسبب الانحراف الفكري. زي الواد هشام العسوي اللي عمل حادثة هشام بركة الله يرحمه. فده كان بيناقشني، هو صاحبي يعني، بس هو عامل زي القط يحب يخنقه. يعني كل ما نديله على دماغه يجي برضه يجيني تاني. فبيقول لي بقى اللي بيطلع جواز سفر كافر، واللي بيعمل رخصة كافر، واللي بيروح عند المأذون كافر، عامل لستة التكفير كده. قلت له طب بتكفره ليه؟ قال لي عشان معترف بالطاغوت، ما دي احكام الطاغوت. مش دي قوانين الطاغوت؟ قلت له قوانين الطاغوت. قال طب هو كده بيؤمن بالطاغوت؟ قلت له بص يا حلمي، قلت له انت مشكلتك ان انت مجنون. فانا لو انت جاهل هعلمك، لو انت مجنون هعلمك ازاي؟ قلت له دي يا ابني اسمها الترتيبات الاداريه للدوله، بتتغير كل زمان ومكان، يعني بعد 100 سنه مش هتسمع ان في حاجه اسمها جواز ولا بطاقه ولا رخص، هتبقى حاجه جديده احنا ما نعرفهاش، بعد 100 سنه تاني هتبقى حاجه جديده، فالترتيبات الاداريه دي ربنا ما حطلهاش تشريع، سابها للناس. الزمن وللناس. لذلك الرسول قال انتم اعلم بامور دنياكم. فراح سكت كده. قال لي عارف أنا كدت أقتنع بكلامك، قلت له يا حلمي ما تقتنعش الله يكرمك وغور في 60 ده. طيب فاضل لنا دقيقة، ده بيبقى جنان
ولا هي دي فكره ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس كده لعله معينه؟ ما هو لا والله يا بص، يعني هو اللي قتل الامام علي كان الامام علي ناقص ايمان عشان يقتله. ما انا بكلمك يبقى فهو يعني بعيد عنك فكر منحرف ومرض نفسي وحقد ناس، يعني بقول لك مع الفكر المنحرف مرضى نفسيين. يعني الامام علي اتقى اهل الارض، قتلوا ابن ملجم لعنه الله عليه معايا، فهي فتن نسأل الله منها العافية. في وقت الفتنة الرسول ألزموا بيتكم وقفلوا بأوك. طيب دلوقتي النائم خير من الجالس، والجالس خير من الواقف، والواقف خير من الماشي. ولعن الله الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. هذه الجماعات جماعات ملعونة بتحيي الفتنة بين المؤمنين وبتحيي الفتنة في الأوطان. لعن الله من أيقظها، دي جماعات ملعونة مش هتنجح أبدا وهتفشل، لأن الرسول دعا عليها. الرسول دعا عليها قال الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. فدول ملعونين بنص حديث النبي، ومش هينتصروا، هينتقلوا من خزي لخزي ومن عار لعار. بس الشيطان يقعد يضحك عليهم، بكرة هتنتصروا، يوم الجمعة بعد العصر مرسي راجع القصر، مرسي المنتظر معايا، واللي اسمها شاف واحدة اسمها ايه كده بتقول لك أنا شفت 8 ملائكة على يميني و8 ملائكة على شمالي، وبيقولوا لي ده مرسي اللي هيفتتح القناة. في واحدة مجنونة تقول الكلام، هو طلعونا ناحية القناة برضه يعني. فاسمها الجرف مش عارف ولا إيه، اللي زغرطت لما سمعت إن في الأسطول السادس جاي. فدول ربنا طمس على بصرتهم. ومن يضلل الله فما له من هاد. معايا؟ آخر سؤال، الشباب اللي هو مش اخوان واللي هو يعني تنصحه بايه عشان يصدق ايه؟ لا انا اقول لهم على حاجه، انا اقول لهم الاخوان لا يبغوا لكم ولا للدين ولا للوطن اي خير، انتم موقوت في الفتنه. والامام علي قال كده، قال يا كميل، بيكلم فتاه او غلام او خادمه والله حكمه نفسي ان الشباب يحفظها، بيقول له يا كميل اعلم ان الناس ثلاثه، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهم الجراع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صيحة، هم في الفتنة كالحطب للنار. فالشباب ده أنا بقولهم أنتم في الفتنة كالحطب، تحترقوا فقط. أنتوا ليه للحريقة بس؟ بس وهم من قاعدين في لندن وتركيا يتنعموا بالتحويلات والدولارات اللي بتجيلهم. شيخ نبيل نعيم، بشكر حضرتك جدا، انا شخصيا استمتعت بحديثك واستفدت من حديثك. الله اشكرك، ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. الله يحفظك حبيبي. الله يخليك، شكرا. انت استاذنا وشيخ، ربنا يخليك ويخليك، واحنا اللي بنتعلم منك. الله يخليك، استغفر الله. بشكر حضرتك وتصبحوا على خير.